إعطاء الانطلاقة الرسمية للسلك التأهيلي لفائدة أطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات يهدف إلى الرفع من القدرات المهنية للأطر وتمكينهم من آليات جديدة للمراقبة والتدقيق من أجل القيام بأدوارهم في تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة. غادي نطلقوا واحد البرنامج ديال تكوين الأطر ومسؤولي المفتشيات العامة للوزارات، وهذا كيجي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. مكافحة الفساد واحد الورش استراتيجي بالنسبة للحكومة، واحد الورش اللي مهم جدا، بدونه بلا الإنجاح ديالو ما يمكنش أبدا نستطيع نتغلبوا على الإشكالات اللي عندنا. إعداد هذا السلك التأهيلي يندرج في سياق وطني تنفيذا للتوجيهات الملكية التي شددت على ضرورة الانكباب على تنزيل الإصلاحات المهيكلة للإدارة، خاصة فيما يتعلق بتكريس الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.